ان حمدي فتحي شده. تمام. كابتن محمد عادل قال ان علي معلول وقعه. جميل. طيب يبقى انا في اختلاف صح؟ طب ايه بقى، هل هنختلف لما زيزو طارق حامد مسكوا كابتن محمد عادل من التيشيرت؟ هل ده هل دي نقطه؟ عمرو السوليه خد انذار ليه؟ نعم، عمرو السوليه خد انذار ليه؟ الاعتراض. الاعتراض لا، الاعتراض ايه؟ شفهي شفهي شفهي. ده طارق حامد وزيزو، حضرتك شوف اللقطه، مسكوم الجيرسي، مسكوم التيشيرت، وهو بيتعامل مع الامر كان ده عادي. ازاي؟ هو ده السؤال. هل في ماتش مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد مغلوب 5-0 بول بوجبا، بوجبا بيرتكب خطا، خد انذار، الحكم اتقال له في الفار، رجع بص عليه، كان ممكن يقول ايه؟ وكان لسه نازل، وكان ممكن يقول ايه الحكم ببساطه؟ احتويه يا عم، ماشي دول شايلين 5 يا عم، حرام عليك، احتويهم احتويهم. بس الكلمه فظيعه، الكلمه مش ممكن، الكلمه طلعت في لحظه صدق مع النفس، ان هو ببساطه. انا بقول ان احنا دلوقتي واقفين عند نقطه حلوه يا جماعه، عشان نبقى واضحين، واحنا بامانه ما بنحفلش ولا حتى لا بنسخر من الكلمه. من النهارده يا كابتن عصام فتاح، انا طالبت بصراحه في بدايه الموسم ده ان رئيس لجنه الحكام يبقى اجنبي. انا اتمنى رئيس لجنه الحكام في مصر يبقى اجنبي، حكم اجنبي. ليه؟ عشان نحل المشاكل دي كلها. طيب كده عصام فتاح طلع دافع عن التصريحات بكل قوه وقال يا جماعه بطلتوا تمسكوا في الكلمه. اوكي خلاص، اللي حصل حصل. تعالى بقى من النهارده، الدوري هيرجع بعد ماتش منتخب مصر. كابتن صلاح فتاح لو سمحت معاك 10 ايام تعلم حكامك يشيلوا من قاموسهم كلمه الاحتواء. انت موظف بتاخد فلوس، كان عندهم مشاكل في الفلوس،